أهلا بكم من جديد. نتابع معكم الأخبار والآن إلى الأمم المتحدة. نتابع معكم كلمة وزير الخارجية الألماني زيغمار جابرييل فإلى هناك. انتباه فقط على مصالحهم الوطنية حصرا، فإن هذا سيؤدي إلى استشراء الخلافة وليس الازدهار، وإن وضع دولتي أولا، أن نقول أن دولتي أنا أولا، لن تؤدي إلى الازدهار بل ستؤدي إلى الهزيمة. خبرتنا وتجربتنا في ألمانيا تختلف كثيرا، لأننا بعدما تعلمنا، وذلك بعد حربين عالميتين فظيعتين، بعد أن تعلمنا بأن ننظر إلى أعدائنا السابقين كجيران وشركاء، نرغب بتقاسم المسؤولية معهم لتعايش سلمي، فإن هذه كانت الوسيلة الوحيدة التي تمكننا فيها من ضمان حياة أفضل لمواطني ألمانيا. تعلمنا أن ألمانيا أولا ليست هي مفتاح الازدهار، بل لم نحقق الازدهار إلا عبر تحملنا للمسؤولية الأوروبية والمسؤولية الدولية أولا بطريقة منحتنا السلامة والازدهار. في التعاون الدولي لا يفقد أحد السيادة، بل نكتسب سيادة ذات أبعاد جديدة ما كنا لنتمتع بها كدول أمم في عالمنا هذا. ولهذا فإن الاتحاد الأوروبي اليوم يشكل إطار سياسات ألمانيا، وكثيرا ما كانت الطريق مليئة بالعثرات، لأنه ما من أصعب من تحويل الأعداء السابقين إلى أصدقاء جدد، وهذا أمر يستدعي شجاعة سياسية عظيمة. إن المطالبة بالتعاون الدولي وببذل جهود لتحقيق التوازن بين المصالح قد لا تحظى بالشعبية في بلدنا أو في بلد المرء، ولكن الشجاعة هذه قد ولدت السلام في أوروبا بعد قرون من الحرب. نحن في ألمانيا نعرب عن امتناننا اليوم لشعوب فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وإيطاليا الشجاعة على تحليها بهذه الإرادة بعد الحرب العالمية الثانية، تجعلنا نحن أعداء عدوها السابق صديقا جديدا وشريكا دائما. وبفضل هذه التجربة التي مرت بها أوروبا وألمانيا، نحن نطالب بمؤسسات قوية ومشتركة فاعلة، والتي تأتي الأمم المتحدة على رأسها. السيدة والسادة، من الضروري أن نعمل معا لنخلق عالما أكثر أمنا، وهذا مهم جدا في سياق جهودي وسلوكياتي كوريا الشعبية الديمقراطية التي تهدد السلام العالمي. علينا أن نرسل إشارة قوية بأن المجتمع الدولي لن يقف صامتا أمام استفزازات كوريا الشمالية النووية، ونحن نؤيد الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن ونطالب بتنفيذها تنفيذا سريعا على المستوى الأوروبي، كما دعمنا اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات تتعدى ذلك مع ضرورة الاستفادة من كافة القنوات الدبلوماسية المتاحة لنا، وذلك لنزع فتيل التوتر والتوصل إلى نقطة انطلاق حتى نصل إلى حل طويل الأمد. أن تسوية هذه الأزمة الدولية مهمة جدا، وإلا فإننا سنجد دولا أخرى قد ترغب بمتابعة خطى كوريا الشمالية وتكوين ترسانات نووية، بينما يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي، وقد يدفع ذلك بقادة سياسيين آخرين لأن يحدوا بحرب كوريا الشمالية إن لم نضع حدا لها، وهذا سيؤدي إلى نشوب أزمات نووية جديدة في العالم يعاني منها أطفالنا وأحفادنا الذين سيترعرعون في عالم خطير جدا. ولهذا فإن اقتناء كوريا الشمالية للأسلحة النووية لا تعتبر مشكلة ثنائية أقليمية، بل هي تحدي عالمي علينا التغلب عليه معا، ولا يمكن لنا أن نسعى أو لا يمكن لتكوين ترسانة نووية أن يؤدي إلى النجاح على المسرح الدولي. ولهذا فمن الأهمية بمكان أن تقوم الهيكلية الدولية لنزع السلاح وعدم التسلح أن تكون قادرة على الصمود في وجه هذا التحدي، وأن لا يتم تشكيك بقوة هذه الهيكلية. وهذا ينطبق بشكل خاص على الاتفاق النووي مع إيران الذي يعتبر طريقا للخروج من مأزق كان سيهدد الأمن الإقليمي، وكان سيؤثر على ما هو أوسع بكثير من مجرد المنطقة.
وإذا التزمنا بثبات بكافة الاتفاقيات والمعايير الدولية، فإن هذه هي الوسيلة الوحيدة لتعظيم الثقة. إن ألمانيا ستعمل في سياق مجموعة الأوروبية 3+3 لضمان تنفيذ الصارم لكافة أحكام الاتفاق مع إيران، وهذه المسألة تتعدى مجرد إيران وتتعلق بمصداقية المجتمع الدولي بأسره، لأن الدول عليها أن تبتعد عن تكوين ترسانة نووية، ولكنها لن تفعل ذلك إذا ما رأت بأن الاتفاقيات لا بقاء لها، وأن الاتفاقيات المبرمة ما بين المجتمع الدولي والدول المعنية مجرد حبر على ورق. وكيف لنا أن نقنع دولا ككوريا الشمالية ودول أخرى بأن الاتفاقيات الدولية توفر لها الأمن، وأن ندفع على الالتزام بجهود نزع السلاح الأخرى إن كان المثال الوحيد الدولي لنجاح مثل هذا الجهد الاتفاق مع إيران لم يعد قائما. السيدات والسادة، ما يحتاجه العالم الآن أكثر من أي وقت سبق هو شعور جديد بالثقة، وخاصة بشكل تنفيذي اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. وورد طلب نوجهه للولايات المتحدة وروسيا والصين، هذه الدول هي الدول الحائزة على الأسلحة النووية، وهذه الدول ستلعب دورا أساسيا لضمان تنفيذ اتفاقيات عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقيات نزع السلاح وعدم الانتشار، وذلك لتوليد الثقة ما بينها وإعادة هذا الشعور بالثقة إلى وضعه الصائب. إن الخطابات التي يلقيها رئيس الولايات المتحدة دائما ما تكون مهمة ومثيرة للاهتمام، ومن من الجيد أن نستمع إلى خطابات رؤساء الولايات المتحدة، وقد استفيد أيضا من قراءتها مرة أخرى بعد هذا الخطاب. وقد استرعى انتباهي اقتباس في أحد الخطابات، وفي هذه الخطابات قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أو طالب واقتبس، بنزع السلاح العام والشامل. وفي كل عام كان يقول في خطابه حتى نضمن عدم الحاجة لاستخدامها أبدا، نهاية اقتباس. ويضيف الرئيس الأمريكي بأن هذه ليست أكثر الطرق كفاءة في تحقيق السلام. وهذه هذا الخطاب عمره من عمر تقرير الشمال والجنوب، لأنه خطاب ألقاه جون اف كينيدي في 1963. ونحن نضمن نرى بأن كل ما يتعلق بالمستقبل قد تم التفكير به وكتابته والإلقاء به في خطابات، ولهذا علينا أن نركز اليوم على رؤية لجنة الشمال والجنوب الشجاعة، ورؤية الرئيس كينيدي، حتى نبذل جهودا إضافية في نزع السلاح ومنع التسلح وبناء الثقة. السيدات والسادة، من أحد مهامنا هي تسوية الأزمات الجديدة في مراحلها المبكرة، وخير مثال على ذلك هو العنف الذي استهدف مسلمي روهينجا في المنطقة، وعلينا أن نعمل في أسرع وقت ممكن اليوم، وذلك في الدعم الإنساني والسياسي للتخفيف من معاناتهم ووضع حد لهذه الأزمة. ألمانيا سوف تكثف من المساعدة المقدمة للروهينجا عبر الصليب الأحمر الدولي. إن ألمانيا ملتزمة بتوفير الدعم الإنساني والسياسي وبناء السلام في الكثير من المناطق التي تشهد الأزمات في العالم، وإن التفاعل العسكري تحت مطلة الأمم المتحدة قد يكون مطلوبا أيضا في بعض الأحيان، ولكن علينا أن نضمن عدم خلق خلل. تقرير لجنة الشمال والجنوب والذي أشرت إليه سابقا كان فيه استنتاج مثير للاهتمام، وأن الإنفاق العسكري لنصف يوم فقط يكفي لتمويل برامج القضاء على الملاريا بكاملها في ذلك الحين. وفي هذه الأيام فإنني أعتقد أننا لا نحتاج إلى مصروف نصف يوم فقط. نحن حاليا ننفق أقل من 1.7 مليار دولار
على الأسلحة عبر العالم ولتحقيق أهداف المستدام للأمم المتحدة والقضاء على فقر المدقع في العالم في 2030، لن نحتاج إلا نسبة 10% من هذا المبلغ، وحتى نحقق الأهداف المتعلقة بالتعليم فإننا سننفق أقل من ذلك بكثير. ولهذا نحن في ألمانيا قد ضاعفنا من تمويلنا لعمليات حفظ السلام المدنية في السنوات الماضية.